وعايز ابدا معاكم يعني جمهور الزمالك زعلان جدا. الزمالك كسب الاهلي في الدوري والنهارده بيلعب دريمز، فريق امكاناته انا شايفها مش ضعيفه يعني محدوده، وماتش مهم في الدور قبل النهائي، مباراه الذهاب هنا في مصر، مباراه العوده في غانا. احمد جعفر تقول ايه النهارده ورايك ايه في المباراه، وليه الزمالك ما قدرش يسجل اهداف في مباراه سيطر عليها الزمالك 100%؟ بص يا كابتن كريم، هو الزمالك استحوذ بشكل كبير جدا وضيع فرص كتير جدا، بس برضه في شويه غلطات عند المدير الفني بتاع الزمالك. نفس التغييرات اللي عملها في ماتش الاهلي هي نفس التغييرات الاخطاء التغييرات برضه. خلي بالك النهارده في ست لعيبه من الاساسيين اللي لعبوا ماتش الاهلي اللي فات من خمس ايام كانوا غايبين النهارده. ماشي، بس زيزو فتوح انا معاك، بس انت النهارده بتلاعب فرقه معلش مش منافس قوي ليك. تقدر النهارده الكوره لو الكوره ماشيه مع الزمالك يكسب 3 4 مستوى. سيف الجزيري مضيع 3 4 تجوان، ونضاي مضيع له جونين رغم ان هو باك ليفت، وسامسون برضه في واحده يعني الزمالك مضيع جوان كتير جدا، وحسام عم جيد الكوره الغريبه اللي على خط الجون دي. أي. فالزمالك النهارده كان يقدر يكسب سكور مستريح، بس برضه في شويه تفاصيل صغيره كده بتفرق. انا كمدير فني النهارده بدايه التشكيل اصلا غلط، يعني اول ما بدا بالتشكيل بدايه غلط. ولما جه حتى يصلح غلط في ايه بقى؟ قول لي اصل خلي بالك التشكيل اجباري، انت ما عندكش عدد كبير. معلش يا كابتن كريم، انت النهارده في ماتش الاهلي لعبت شحاته نزلته ونزلت متيابه، ده في ماتش شحاته انت رحت جبت شيكابالا النهارده من بره خالص، ومصطفى شلبي من بره خالص، بداتهم الماتش بقالهم فتره. طب اذا هم ما عندهمش الجاهزيه بتاعت الناس اللي شاركت اساسا الماتش بتاع الاهلي. بس برضو يعني شيكابالا عنده خبرات. ما عنديش مشكله مع طبعا اكيد، بس النفس بتاع الماتشات غير عشان بقاله كتير قاعد فتره مثلا او ما بتشوفش. يعني انت رايك ما كانش يبدا بالشيكابالا وما بداش؟ انا كان ممكن شيكابالا يبقى معايا ورقه رابحه بره، زي ما يعني النهارده مثلا لما جيت تغير انت كل اللي عندك فراوده، مفيش حد مثلا على الاطراف، مفيش غير مهاب ياسر بس تقريبا على الاطراف. النهارده شيكابالا كان يقدر ياخدوا تغييره كويسه، ف راح دافع بشلبي وشيكابالا، وفي الاخر راح مغيرهم كلهم وراح منزل الاثنين فراوده. طب وبعدين سامسون وناصر مالك، ولما نزل الاثنين فراوده راح سحب الاطراف. طب انت سحبت الاطراف، سحبت الاطراف دلوقتي لما سحبت الاطراف حتى ما الناس عايزه تعمل كروسات للاثنين الفراوده اللي موجودين في قلب الملعب اللي انت نزلتهم اساسا عشان تقدر تشتغل على الكرات العرضيه. طب وبعدين ايه الحل؟ حتى لما جه الزناري بيلعب باك رايت، الراجل اصلا انت جايبه مساك، طب انت لعبته باك رايت والاثنين الفراوده موجودين، طب ما تودي المسلوسي الراجل عنده الامكانيه وعنده الكروس باس عرضيه. الكروس باس يعني كويس، يعني الزناري يخش مساك وحمزه يبقى باك رايت، ويقدر حمزه كمان يعمل الكروس باس كويس. الزناري مثلا ما كنتش عنده موهبه الكروس باس لانه راجل مساك، فحمزه عنده الموهبه انه يقدر يعمل الكروس باس بشكل كويس، فالراجل خسر. فانت شايف ان في شويه تكات فنيه كده ما كانتش مظبوطه النهارده؟ طبعا. بس دي السبب يا عمرو ان الزمالك مش عارف يجيب جون في ماتش استحوذ عليه تماما الزمالك. بص يا كابتن كريم، في الماتشات الكبيره اللي زي دي التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق، مع بتفرق مدرب كبير او مدرب باين قوي. مستر جوزيم لسه ما خدش على اللعيبه قوي، لسه حتى مش عارف التفاصيل الصغيره، بدليل المسلولي اصلا المسلوسي جاي باك رايت والزناري جاي مساك. النهارده عكس، النهارده اصلا عشان ماتش الاهلي اللي فات لاعب الزناري بس كان مختلف، هو طريقه مختلفه عشان المسلوسي بقاله فتره. الماتش اللي فات كان الزناري نازل يدافع، انا عايز اكسب النهارده كابتن جون واثنين عشان ارتاح هناك في غانا. وكمان الفرقه اللي قدامنا النهارده مش احسن حالتها، انا اديها النهارده جون واثنين وثلاثه. وكمان التشكيل كمان ما كانش عاجبني جدا، محمد شحاته نهى مع نادي الزمالك الماتش الاخير، عمل ماتش هايل. طب نيمار لعب الماتش اللي فات مع النادي الاهلي النهارده، خلي بالك الراجل ده دايما بيلعب بتفندر واحد وبيلعب كل اللعيبه اللي قدامه عندها النزعه الهجوميه. كريم، مصطفى شلبي وشيكابالا لعيبه كبيره طبعا، بس بقى لهم فتره ما بيلعبوش. مش فاهمني انت بتتكلم عن عارف اللي هي طريقه اللعب، يعني حتى في ماتش الاهلي اللي هو الزمالك بيلعب الاهلي فريق قوي بيلعب بثمانيتين، بيلعب ايوه بيلعب 4-1 4-1. يا كابتن مفيش مشكله برضه، بس انا قصدي طب ما يلعب بدونجا ويلعب محمد شحاته ويقعد احمد حمدي، مفيش مشكله خالص. وشحاته عنده الناحيه الهجوميه صح، مفيش مشكله خالص. محمد شحاته عنده شخصيه، محمد شحاته ولا وبينفنش كويس جدا مع نادي الزمالك، ولا وبين له عنده شخصيه جامد قوي يا كابتن. لا، ومصطفى شلبي وشيكابالا لعيبه جامده جدا، هيعملوا معاك الفارق بعد الدقيقه 70. انت برضه زي جعفر كنت مش يعني عايزه ينزل 100%. ونيمار كتغيير، ونيمار يعني نيمار لازم يكون ليه دور برضه، يعني طبعا ما فيش عبد الله سعيد مقصر، ناصر ماهر مقصر، اللعيبه دي كلها طبعا مش لعيبه افريقيه، مش مقصرين يعني مش موجودين، مش موجودين عشان افريقيا فارقين مع اللعيبه بل رجلها في الملعب. يعني نيمار فنش مع نادي الزمالك وكسب. طيب الزناري، طيب يعني كمان في حاجه كمان، ابراهيم نضاي بقاله فتره ما بيلعبش، بس النهارده مان اوف ذا ماتش من وجهه نظري ابراهيم نضاي الشوط الثاني كمان بالاخص. طيب يعني لو ركزنا مع ابراهيم نضاي، مستر جوزيه لو ركز معاه كويس قوي، ابراهيم نضاي سبرنتر غير طبيعي، بس عايز يركز في الوقفه بتاعه الباك ليفت ويعمل كورسات كويس. هو النهارده برضو
جوميز مدرب الزمالك اتزنق، عنده الفتوح متعور، وعبد الشافي رباط صليبي، وعمر حتى اللي كان بينقله يلعبه باك ليفت مش موجود. انا كابتن انا ما عنديش مشكله اللي ابراهيم ضايع على فكره وعملها كويس الشوط الثاني. انا بقول لك يعني الظروف اللي خلت جوميز يلعب ابراهيم ضايع حاجه كويسه جدا زي الايس. ابراهيم ضايع لو ركزنا معاه كويس قوي وركزنا معاه في الوقفه مع الاربعه وركزنا معاه دفاعيا، هو سبرنتر غير طبيعي، واحد ضد واحد غير طبيعي. النهارده الشوط الثاني مان اوف ذا ماتش، احنا لو ركزنا معاه خلاص ده مكان جديد قوي لابراهيم ضايع. بس انا بتكلم على الشوط الثاني لما نزلت ناصر ماهر وخليت ناصر منسي وخليت سامسونج وسيف، لا لعب كورسات عشان اللعيبه دي تقدر كمان. اللعيبه بتاع الدريم مش احسن حالتها يا كابتن. انا شايف اللي هم امكانياتهم كده، خلي بالك كابتن هم صعبوا التاهل من مصر. انا شايف الماتش هناك صعب قوي، شايف الماتش مش زي ما الناس متخيله، لا ماتش صعب جدا هيلعبوا اكيد العصر. بس الفرقه دي دريمز لما تفتح بقى وتلعب عشان عايزه تجيب جول، هي لعبه النهارده بتلعب زون ديفنس او مقفله، هم جايين وعايزين يلعبوا المرتد، عايزين يتعادلوا ونجحوا في كده. لكن لما طريقتهم تختلف هناك ويلعب بقى يهاجم الزمالك والمساحات تفتح، مش دي تبقى افضل للزمالك؟ كابتن كريم ممكن هناك حتى يلعبوا مش شرط يهاجم، ممكن يلعب على الكور المرتده، ممكن يلعب على الكور الثابته. عندهم كذا لعيب جون انتو كان عندنا في مصر، وفي عندهم لعيب هاف ليفت اسمه عيسى 19 عنده 18 سنه ما شاء الله، لعيب كويس بيقولوا جايب اربع اجوال، لعيب هايل، لعيب هايل، لا لعيب جامد 18 سنه في اي حته وعنده الكور الثابته هايله، فلا فممكن يلعبوا عليه. ايوه فانا قصدي ان الماتش صعب جدا هناك، لازم اللعيبه تركز من هنا، لازم اللعيبه تبقى مركزه، وهنا عارفين ان الماتش صعب هناك، لازم اللعيبه تبقى مركزه بدنيا وفنيا وذهنيا عشان ياخدوا الماتش. ما انا شايف ان النادي الزمالك النهارده ضيع الفوز، يعني ممكن جون واثنين وثلاثه بس مركزوش. لو ابتدوا الماتش الجاي زي ما نهوا، لا ممكن الزمالك يصعد للدور.